سلامتك.
سلامة قلبك حبيبتي. قومي اعملي قهوة. قومي المسكينة الله يعافيها. لا لا خالي مو معقول، أكيد برجها مو مطابق لبرجه. هي كل شي عملناه مثل ما طلب الدكتور النفساني. هل حبينا نعمل خير؟ لا لا، المشكلة يبدو أكبر مما نتصور. قومي حبيبتي، قومي نامي. يلا حبيبتي يلا. يلا. ليندا، طب بدي أفهم، أنت ليش زعلانة؟ أنت عملتي اللي عليكي. ماني بقى زعلانة عليها، زعلانة على المسكين شحادة. مو معقول شو حاقدي عليه. ألو مين؟ مين؟ أنا سهى، آسفة إذا كنت فيقتك من النوم. لا معلش، أنا مالي نايم. أنا ورندا انزعجنا كتير كرمالك. شكرا كتير لانزعاجكم. أنا آسفة. آسفة على إيش تتأسفي؟ على أنكم عملتوني حقل تجارب؟ يعني تجرحوا مشاعري أنا مشان تراعوا مشاعرها هي؟ عفوا؟ ولا عفوا، كنتوا على الأقل حطوني بالصورة، قولوا لي، خلي يكون عندي خبر مشان ما تخدعوني مثل ما خدعتوها. عيب يا شحادة، يا دكتور شحادة، صحيح من حقك تنفعل وتتضايق، بس أرجوك اسمع مني ولو كلمة واحدة بس حتى دافع لك فيها عن وجهة نظري. وجهة نظرك؟ انتو ما خطر لكم انكم عم تتعاملوا مع انسان عنده كرامة؟ انا عايش وحيد بين ناس ما عندهم ضمير، ضميرهم برمج يشتغل بس لمصلحتهم وبس. كلكم لا خلص، شكرا شكرا لوجهة نظرك الواضحة جدا يا أنسة سوا، وشكرا لتليفونك واهتمامك. مع السلامة. شبو ظلمتوه لشحادة يا رندا، كلنا ظلمناه. مين كان يتوقع هيك؟ من داوي ناس بجروح ناس. قديش الحياة سخيفة يا رندا. يسرى كان موقفها من شحادة قاسي كتير ومؤلم يا دكتور. الحالات النفسية بدها صبر، بعدين هيرجع بتحكي. يعني قطعنا نص الطريق بعدين لحدا يسألها ليش هيك ساويت. جيبوا لي اياها بكره الساعة 9 الصبح لهون وانا رح تابع الموضوع معها. ماشي. دير بالك على حالك حبيبي، ما في أقسى من لحظة الوداع. شو بك روحي؟ الله معك مادلين، هذا قدرنا، بس تأكدي إنك رح تكوني معي بكل لحظة عم عيشها، بكل لفتة حأتلفتها. يحميك الرب. يا مادلين يلا. Thank you.
حالتك ضحك وبعدين خلص طيارة طارت. أرجوك يا أنسة إسراء ساعديني حتى أقدر ساعدك. اتفقنا؟ اتفقنا. بالبداية أنت كنتي على علاقة جيدة بشحادة وكنتي تتمني إنه يخطبك، ليش لما نعرض عليك الموضوع ما وافقتي؟ ماني موافقة وبس. أنسة إسراء أهم شيء إنك تثقي فيي وتثقي إني بحفظ أسرار المرضى مهما كانت. اتفقنا؟ نعم دكتور. إذا في شيء حادث أنت نسيانتيه أرجوك تتذكري. أنت هلأ بتكرهي شحادة؟ اهدي أنسة يسرى، ارتاحي. رح أطلب لك كاسة عصير وبعدين منتابع الموضوع على مهلنا. قلي أحمد من شان الله، شو صار بيسرى؟ عندي خبرين يا نايفة، خبر حلو وخبر سيء. شغلت لي بالي. يسرى حكيت. حكيت؟ حكيت كل شيء؟ شو قصدك بكل شيء؟ شو حكيت؟ ما بعرف، المهم إنه خلصت من حالتها النفسية. طيب والخبر الثاني؟ الخبر الثاني صرخت بوش شحادة ورفضت تحكي معه وحيرت الدكتور والكل، وهي خبرتني رانيا. ياسر لك ان شاء الله صحتين وعافية. بتعرف اني اشتقت لك ياسر. على قلبك يا حبيبي. اخ يا احمد اخ، صحيح مثل ما بيقول الغربة مضيعة الاصول. هلا لبنان غربة؟ لك والشام غربة والمنقورة غربة، لك الحارة الشرقية غربة. وقت الواحد بيطلع من بيته كأنه عم يطلع من جلده. صحيح مثل ما قال، ما بيعرف قيمة النظر غير العميان. وهذا الواحد فينا هيك، ما بيعرف قيمة بيته والنعمة اللي عايش فيها غير وقت اللي بيبعد عنه. لكن ما بتتربى غير من كيسك يا ياسر. ايه سيدي خبرنا شو صار معك. ما صار شيء، بس المشكلة يا أحمد وقت اللي بتحس حالك انك مضرور تشتغل عند ناس انت حالتك المادية احسن منهم وبتفهم قدهم على 20 مرة. لو ما كان معي مصاري انا كنت فقعت، لكن زليت. بس الحمد لله انا رحت وجيبتي مليانة. ايوه وصرفت اللي معك ورجعت. يعني تنورت شوي، انبسطت شوي، الحمد لله. بعدين انت شو منايمك عنا؟ لك نحن جوزناك عشان نخلص منك. أكيد كلهم زعلوا مني. يا يسرى يا حبيبتي، هلا أخدي لك حبة منوم ونامي لك شوي وقيمي كل شي من بالك، والصباح رباح. أنا بعرف حالي غلطت، بس ما بعرف كيف الإنسان بيغلط غصباً عنه. مع أنه الدكتور أكد علينا أنه ما لازم نعرضك للانفعال، بس يا يسرى أنت غلطتي وكان لازم تفكري قبل ما تغلطي، لأنه الندم ما عاد يفيدك. أنا ما بلوم ولا شحادة.
حاليا ما بقى عندها حاله نفسيه. في شيء عم تحاول تخبيه بمحض ارادتها ومصره ما تحكي. انا حاولت معها كثير بس ما جاوبت. والمريض اذا ما جاوب مع الطبيب تبعه بصير معالجته صعب كثير، خاصه انه يسرى شخصيتها قويه وصاحبه اراده. يعني دكتور ممكن ترجع لها الحاله النفسيه؟ طالما في شيء عم تخبيه الاحتمال وارد. وعلى كل الاحوال يفضل هلا انه ترجع على الضيعه وتعيش حياتها اليوميه والطبيعيه. وبعتقد انه الزمن كفيل بحل المشكله. وعلى كل الاحوال لازم نبقى على اتصال مع بعض. تسمح لي بالتليفون اذا بتريد دكتور؟ تفضلي. شكرا. لك ابني شلون بتسافر ونحن بهالحاله؟ شو انا دكتور؟ يعني لو ضليت هون كان الطابق؟ لك ابني بتساعدنا شوي. يعطيك العافيه. اهلين ابو غصون. هاي البصلات ست معك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. دخلك؟ شو اخبار شيخ بني عبس اخو صبحه؟ من يوم الكبش هذا يوم وهداك يوم ما عاد هردر لهم. يلا يعطيكم العافيه. ابو غصوب. نعم. لا تنسى البرغلات. على نافوخي. ابشركم يا جماعه احلى خبريه، يسرى تحسن وضعها. الحمد لله. لكن في مشكله، الدكتور عم يصر انه يسرى مخبيه شيء وهو عم يحاول يقنعها بس هي عم ترفض تحكي. ياسر خلص فطوله خلينا نروح على المزرعه، عندنا شغل كثير. لك ابني ما له حق يرتاح ليروح معك على الشغل. ايه مثل ما بدكم دللوا يا عمي. انت جوزناك خلي مرتك تدللك. هو كمان يروح لعند نايفه بركي بتدلله شوي، وانا رح اروح لعند جدي على المزرعه قبل ما يعمل لي فنطي. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. ليش ما حكيتي لي انه ياسر مساوي هيك مع اخته؟ طيب يا امي هددني وهددها شو بعمل؟ الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، خرب الدنيا، مرمر اخته ومرمر كل عيلته. كل عمى كل عمى، ليش ما حكيتي لي الي انا؟ خفت يأذي حالي اذا حكيت. شو الدنيا داشره؟ ياسر بهوبر على الفاضي. هي يسرى دمرت حالها وما استرجت تحكي، هي اللي لازم تحكي مو انا. كل مين عليه بنفسه. والله يا امي على طول عم اقول له اترجع، على امل يتراجع عن موقفه وينقذ اخته ويخلص عائلته من البلبله، بس ما عم يرد علي وكل ماله عم يعند اكثر. ليكون بعدك مشعلقه فيه. والله صرت اكرهه وما طيق شوفه. اسمعي يا بنتي، اللي ما في خير لاخته ولاهله ما رح يكون في خير لمرته. انا هيك حاسه. من بكره الصبح بتروحي لعنده وبترمي له الخاتم بوجهه، وبتروحي لعند شحاده وبتحكي له اللي صار قدامك. شحاده؟ ايه شحاده بالذات، خليه يعرف ليش رفضته يسرى. حرام مشانه ومشانه. بقول لأم حسن. لشحاده بالذات. ياسر ياسر ياسر. نايفة؟ تفضل هاي خاتمك، الخطبة ما هي استعباد. خد. ها؟ بالناقص هاي خاتمك. اسألي له هو بيعرف. قولي ليسرى بينك وبينها نايفة رح تفجر قنبلة. خاطرك. ياسر ممكن تفهمني شو في بينك وبين نايفة؟ الله لا يرد ان شاء الله.
خير؟ أنا جاي وبدي أحكي لك شيء مهم كتير. إذا بتريدي، أنت خطيبك ياسر وأنا ماني حابب أعلق معه. لا لا، أنا فسخت خطبتي منه. طبعا أنت السبب. شوفي يا نايفة، أنا هلأ نازل على الشام مضطر وراجع بعد الظهر. إذا بتحبي تحكي شيء ارجعي بعد الظهر. لا الله يخليك، أنا إذا ما بحكي هلأ أبطأ. هو ما في وسيلة تحكي لي إلا على الطريق، بتحبي؟ طيب تفضلي يا سيارة. تفضلي قولي شو بدك تقولي. بدي احكي عنك وعن يسرى. عن يسرى اذا سمحتي ما بدي اسمع ولا كلمه، حتى باسمها ما بدي اسمع. اذا عندك شيء تحكي غير هيك تفضلي، ما عندك شيء بتحبي تنزلي على الشام اهلا وسهلا، بتحبي تضلي هون تفضلي انزلي. لا خلص بروح. يخرب بيتك نايفة كمان وعلى عينك يا تاجر. عيش عيش ومعي قم. حاجة مركب معه بالسيارة نايفة، خطيبة ياسر. دين محقو. أنا آسف يا نايفة، يمكن كنت ناشف معك شوي، بس أنا عايش بفراغ كبير، يعني عايش بوحدة قاتلة الحياة. بحاجة لحدا يكون جنبي، بحاجة لحدا يفهمني، وبصراحة أكثر بحاجة لإمرأة، يعني صديقة تكون قريبة لي، اسمعها وتسمعني، تفهم كل همومي وكل مشاكلي. يسرى هي الأولى. إذا سمحتي نايفة، يسرى ما بحب اسمها باسمها أبدا. بس لما بتعرف الحقيقة رح يكون لك رأي تاني. الآراء مو مثل التياب بتبدليها بكل لحظة. زين لحظة. نعم شريف. آه! آه!
ايه غدار غدر بيك وهرب. خلاص وحيش بقى خلاص. ايه انا قلبي عليك يا شريشي. شايف ابن الحرام؟ بتعرف انه شد على بيته؟ ايه تندل بيته وبعرف رقم تليفونه كمان. ايه بالله يوم جيت انت وياسر صار اللي صار. خلاص وحيش خلاص. تروح معي ولا خايف؟ عليك جيرت الله يا شريكي، عليك جيرت الله، عوفه بحاله. معناته خايف؟ اعوذ بالله، ابشر، انا اخوش يا صبحه، إيه عليهم. عليهم. اطلع. لازم تجوا تزورونا كل كم يوم ها؟ والله يا مرت عمي ما قلنا قلب مفارقكم. ولا نحن. الحمد لله يسرى صارت مثل الفلة ما فيها شيء. الحمد لله. يلا تفضلي. يسرى لا تحطي شيء ببالك، الدنيا كلها فاضية. شكرا مرت عمي. الله معك. تفضل معلم. اسلموا ايديك. شو بك لشوارك؟ معلم خبرت شو مساوي استاذ شحادي؟ شو مساوي؟ مركب نايفه خطيبة ياسر جنبه بالسياره واخذها على الشاف. والناس عم تحكي عليه. معك حق يا شحادي. معك حق شو ما سويت. لكن لا مو بهالشكل. هيك بتنزل اسهمك قدام الناس. انتوا علاقتكم هون بالضيعه غريبه عن جد. كيف تعيشوا مع بعض انا ما عم بفهم. كانه كل واحد منكم مربط بخيطان هيك مثل ماريونيت يعني مثل دميه يعني. كل عيله لها خيطان. انا ماني من عيله مثل عيلتكم بيت العز. انا من عيله متواضعه. بعدين لازم خبر امي اني رايحه معك عشان كلكم من طينه واحده. كلكم يعني برايك الانسان ما لازم يكون له اسره ينتمي الى ويحترمها؟ قديش النمره؟ الله يعدمني اياكي، الله يقبرني اياكي يا حق. انا قلت لك تحكي له وترجعي، ما قلت لك تروحي معه عالشام. بتعرفي يا نايفة اسمك له ذكرى عزيزة كثير على قلبي؟ اسمي؟ اي اسمك، ابي قبل ما يسافر الله يرحمه كان خاطب واحدة من المنصورة اسمها على اسمك نايفة. وبنت بنتها كمان اسمها نايفة وهي هي قاعدة جنبك. يعني هي ستك؟ ستي ام امي. وهذا الطوق كان هدية لها. أنا أيام سمعت عن هالميدالية هي من ستي أمو لأبي. هي هدته إياها لأبي وأبي أعطاها لستك نايفة. شايف هذا الجزدان؟ هذا من ستك نايفة هدته إياها لأبي. شغل إيدها. قديش مشتهي شوف ستك هلا. أعطتك عمرها من حوالي 10 سنين. الله يرحمها. شافونا. قلتيلي ما بخاف تراجعتي؟ شفتهم والناقص. أنا بيتي هون بالطابق الأخراني. شلون يعني ما فهمت؟ تفضلي هاي المفتاح. فوتي على البيت وارتاحي شوي. أنا حروح على الشغل. بس خلص الشغل بوصل لهم بعمل لك تليفون وبتنزلي بنرجع على البيت. تفضلي.
نايفة لحظة لحظة، هويتك معك؟ ايه معي. اعطيني. يعني ما سألتيني ليش؟ الشرف اغلى شيء عند البنت، وانت خليتني احس انك ما رح تتعدى معي حدود الشرف. عن اذنك. بحاجة لحدا يفهمني، بصراحة أكثر بحاجة لإمرأة، يعني صديقة تكون قريبة لي، اسمعها وتسمعني، تفهم كل همومي وكل مشاكلي. ليش أخذ هويتي يا ترى؟ ويسرى يا شحادة. إذا سمحتي نايفة، يسرى ما بحب اسمها باسمها ابدا. بس لما بتعرف الحقيقه رح يكون لك راي تاني. لك كل شو بقى خيلتني. هلا شحادة تعركها بالبيت ولا ما جابها لهون؟ وهسا ايش نساوي؟ لازم نكسر عينه وعينه. كيف العاد؟ الو نايفة، اي مبروك، شو جوزتي من ورا ظهرنا كمان وعالسكت. طب كنت قلي لنا كنا جبنا عليك هدية ولو سميح. ان شاء الله بينقطع لسانك. أهلين يا عمري، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عمري، الحمد لله على السلامة يا حبيباتي. أهلين يا نجاة. أهلين يا عمري. أهلين أهلين يا حبيبتي. تفضلوا حبيباتي، تفضلوا. ضيفك أمي. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين، الحمد لله. خلاص أحسن لك. ها اصلا انت واحد غدار. اسمع لك، ان كنت رجال واجه مواجهه ولا تطعن من الخلف. بتشوفي يا كلب انت وياه. ماشي بطلع عليك. شرف شرف. الطبيب عم بيأكد انه يسرى في عندها سر وعم ترفض تحكي. يعني اصبحنا على ما امسينا. الله يهدي بالها يا رب. وانت يا رندا الله يوفقك، الله يوفقك يا رب. صار لازم امشي. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. شو بقى؟ روح شريكي روح، أنا أستنى هين وحمي ظهرك. وهيك دغري رمت الخاتم وتحولت من ياسر لشحادة؟ يعني هو بالأصل في شي بينها وبين شحادة؟ شحادة بشر يا رانيا، ومثل ما بيقول المثل كتر الدلال بتهرب العاشق، ويسرى سدت عليه كل الطرق. وهيك دغري بيتحول لنايفة؟ you
مين؟ افتحي افتحي. فشرت افتح لك. افتحي احسن لك. بدي زلك وزله، بدي خليه يعرف شلون يقدر فيني ويهرب. افتحي. ما بفتح لك لو بتطلع عيونك وخليك برا تموت دقيق. اطلع لبرا. ما تفتحي ولا اطلع لبرا. شو في يا جيران؟ هذا انت؟ شوف، ودفعت لي حقه مرت عمو نسيب وما خلت حدا تاني يدفع حقه. ولو بتشوف هديك المرة وين رحنا لحتى الطق. مرحبا نجاة. مين؟ رانيا مرتي؟ شو هاد؟ شو هاد يخزل عين؟ يا سلام. ليك لازم تخطبني من أول وجديد، وانت وحظك، بيجوز وافق وبيجوز لا. ايوه، اللي ما بتزين عروقه ما بتزين خروقه. يا مكار، لكن ما عجبك غير لبسي؟ بتعرفوا انتو النسوان والله بتخوفوا، خايف الضيعة ما عاد تعجبكم اليوم ورايح. اي 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 اي. يا سيدي الله علقك مع واحد التعامل معه صعب جدا، ما بيتنازل عن اي طلب من مطالبه مهما كان تافه وبسيط. فعلا هو هيك، والرجال والحق يقال انه مستقيم. يا سيدي مبروك. شكرا. مبروك. انا بهاليومين جاهز حالي للسفر وبنخلص. افتح الباب وورجيك قيمتك يا سميح. فسخت خطبتك ونايفة نزلت مع شحادة بسيارته وحدن عالشام. تضرب هي وياه. أخي شو هذا الموقف اللي عم تعمله أنت؟ هذا الموقف له ألف تفسير وتفسير. أنا عندي موقف واحد ما بيتغير، حتى لو كل أهل الأرض حاولوا يغيروه. شحادة بده يلهف يلي بيقدر عليه ويحوله للأرجنتين ويدير ظهره ويمشي. لك يا رجل، جدي قلب المشرمحي، عمي محمد أخذ حصته ماله عنا شيء. في ورق مكتوبة؟ في شهود؟ ما في شيء. يعني ما في ضمانة. وش حادي واحد كرنيب؟ مش حادي ما له حق يعمل هيك. قال لي ما يكون بيحبه وبده يخطبها. أنا اللي بعرف، مش حادي بحياته ما فكر فيها. بعدين إذا بده يخطبها أو حبها مو بهالطريقة. لا تزعلني معلم، أستاذ حادي ربيها ببلاد برا وبهيك شغلات لا تفرق معه. رح جرب دق له على الموبايل. موسيقى
بعثي لي سمير نوديه المريض على الأشعة. الدكتور بالنسبة للمريض السيد شحادة لازم ينام عنا هون حتى يستكمل علاجه. ايه موافقة. طيب نحجز له غرفة؟ لا خليهم غرفتين. طيب إذا ممكن مدام هلا تدفعي لنا 25,000 ليرة على الحساب وما تنسينا الهويات. طيب ممكن بعد شي نص ساعة؟ طيب بس رجاء ما تأخر. ماشي شكرا. دخيلك أمي دبري لي اياهم بأي طريقة. ولك سيغتي وسيغتك ما بيسوى 10,000. أمي بقص إيدك من شان الله، يعني دبري لي هون منين ما كان. أمي ضروري كتير. بعدين بقلك. بتنقال قوالتك، ولك وطيتي راسي قدام الناس، وكأهل المنصورة ما عدلن سيرة غير سيرتك. هون عند الزوجة. صدقيني يا رندا، بهالتصرف شحادي غلط غلطة كبيرة وخلى أسهمه تنزل عند الكل بعد كل اللي صار معه. واحد مثله لازم يكون رازن وما يتصرف بردود فعل غير طبيعية. طب لوين راح هو ونايفة؟ حطت له سروم سكر؟ نعم دكتور. طمني دكتور. خير إن شاء الله خير. لا تخافي مدام لا تخافي، خليكي عم تراقبي النبض والضغط والحرارة، أنا برجع بشوفه بعدين إن شاء الله معافى. شو هذا الولد؟ اختل عقله دفعة واحدة؟ جرسنا قدام الناس وقدام العالم. وهي نايفة بده مين يرمي رقبتها؟ ايه هي ناويتها، اجت شلحت الخاتم بوش ياسر وطلعت، مو شايفة دربة حتى. يا حيف عليك يا شحادة. يا حيف عليك. والله والله لو انك متت قبل هالزلة هي لكنت عملت قبر ومزار. يا ابي الله يخلي لنا اياك. يعني بأي وش بدنا نلوم شحادة بعد كل اللي صار معه؟ بركي بده يخطبها. يلي بده يخطب بفوت من الباب ما بفوت من الطاقة. بس أنا اللي بدي أعرفه ليش نايف رمت الخاتم بوش ياسر؟ ليش؟ شو قصدك يونس؟ شو يعني؟ ما بعرف ما بعرف. شحادة صحيت؟ الحمد لله على سلامتك. أنا وين؟ انت بالمستشفى. انت؟ انا نايفة. دكتور صحي ورجع نام. لا تخافي ما في شي بيخوف، الوضع مستقر.
شاء الله معافى. يا أبو أحمد، ياسر هدد نايفة وهدد يسرى، قال إذا وافقتي على شحادة يا بروحي يا بروحه، وقال كمان إذا حكيته بده يقتل شحادة، والبنت خافت تحكي. يسرى بنتي حبيبتي، شلون ما بتحكي إنه ياسر هددك وهدد نايفة؟ شلون يا بي؟ خفت من شي مصيبة؟ يعني أكثر من هالمصيبة اللي صارت. أنت كنتي راح تروحي بين يدينا وما بتحكي، شحادة طعم بكرامته وما بتحكي. لك شو صاير؟ لك شو صاير؟ طيب يا بنتي يا رانيا، أنت ليش ما حكيتي؟ والله يا عمي ما عرفت غير هلأ منك، حتى سأل أحمد. وينو؟ لا بدك تصير مجرم قتال قتلة؟ طول بالك أبي. بس لك أختك كانت راح تروح بين يدينا وتخبصت العيلة ببعضها فوقاني تحتاني وانت ساكت، ولك انت شو عامل عنتر؟ يا خلاص عامل عنتر من شداد على أختك ويحلاني. فاهمك يا بي. خلاص خلاص يا بي. اسمع الله، اسمع بهالبيت ما عاد لك قاعدة. يلا لبرا، يطلع برا لبرا. طول بالك يا رجال، طول بالك. بعدك واقف هون. اطلع برا. طول بالك يا بي. دخلك شو بهذا يونس عم يعيط فوق؟ والله يا حجي أنا شايفة إنه صرنا بآخر زمان، عم نشوف بعيوننا العجائب. ممكن تفهميني شو فيه؟ والله ما بعرف. يا ابني الفرس ما بيحطوا لها عليق وقت الغارة. طيب يا أبي، يعني لو كنت بعرف السبب من الأول كنت سكتت. ما سألت حالك ليش ما بتعرف من الأول؟ اسأل حالي، ما بيعلم بالغيب غير الله. أنا رح أقول لك ليش هيك صار. هذا الشيء اللي صار لأنك أنت حاطط حاجز بينك وبين أولادك. وحد الله يا بي، وحد الله. شو هاد؟ شو هاد؟ مو معقول أبداً، مو معقول. طول بالك يا رجال، طول بالك. يلي بصير بالخناق بصير بالهداوة. قال شو؟ قال أنا حاطط حاجز بيني وبين أولادي. لك لك نحن ست أخوة، وأصغر ما فينا قرب يصير عمره 50 سنة، ولهلأ ما بيسمح لواحد منا يحكي كلمة قدامه. لك مو كلمة، ما بيسمح لواحد منا يتنفس قدامه. طول بالك يا رجال، طول بالك. الله يرضى عليك. هلأ رح أعمل لك كاسة فابونج مشان تهدى. عود أنت وإهدى. لك والله رح أجن يا أم أحمد، رح أجن. الله يرضى عليك. وطائر ليس له جناح قد هده الغدو والرواح، ونهنهت عظامه الرياح، ينوح لا ينفعه النواح. دكتور ايه عالي منيح، وهي النبض والضغط تمام طبيعي. افتح يا استاذ حتى، انا ياسر. افتح بقى. ابو موت افتح بقى. بدك تفتح ولا بكسر الباب عليك وبحرق الغرفة فيك. ها هلاي ياسر، هكذا هكذا يا ياسر يفعل الأستاذ بتلميذه، يفعل التلميذ بالأستاذ يا ياسر. أخي أنا بدي الغرفة. اكمد ديك بحى واشرب من دمها. لمين طالعة هالبنت؟ لك هلا أنت فهمي بالأول شو اللي صار، فهمي. عملها شهادة؟ يا عبي الشوم، يا عبي الشوم عليك يا نايفة، جيت تخبري الحقيقة لما تتزوجي؟ هاي نايفة كشفت لنا السر. سر؟ أحكي لك يا لما نجله. ول 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 ول
قاعد 13 يا شايب يا عايب يا قليل الحياة. اسمعوا يا خلق الله، انت ما تعرف مع مين تحجي. أنا شعاع مرته حيش. لك اسكتي بقى، أنا قلبي معفن نسوان. نايفة صارت مرته لشحادة؟ انت متأكد يا أحمد؟ معقول هالحكي؟ كيف تزوجوا؟ شو مفتكرين الزواج لعبة؟ أنا اليوم بدي أخطبك من أهلي. إلك بصراحة سميح، انت رجل لورا ورجل لقدام. أنا جاي مشان أقول لك كلمة واحدة. خير؟ نايفة اللي بتغدر برفيقتها الله بيبعت لمن يغدر فيها، وانتي بدل ما تصلحي الأمور استغليتيها لصالحك.